السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ستايل دروب تكست تو ايمج. يعني انت تكتب التكست وهو يعمل لك الايمج بستايلات كتيرة جدا زي ما انت شايف. انت مش بتعمل حاجة اكتر من انت تكتب اللي انت عايزه. متخيل الجمال دي من ضمن الابحاث بتاعت جوجل ريسيرش. دي بتبقى زي تجهيزات وبعد كده تنزل في المنتجات بتاع جوجل في المستقبل. فده قريب جدا هينزل قريب جدا لان هم داخلين منافسه مع بعض مع اوبن اي اي ومع مايكروسوفت ومع ابل دخلت في الموضوع ومع الفيسبوك. فيعني خلال فتره قليله هتلاقيها نزل ان شاء الله. تمام، انت بس شوف الستايل اللي انت عايزه والتكست اللي انت عايزه اكتب اللي انت عايزه وهو يظبطه لك بالاشكال الجميله ديت. الشكل ده هو الستايل، اعمل لك ده الستايل واعمل لك كل اللي انت عايزه بالستايل دوت. يعني بالستايل ده اعمل لي طاقيه، بالستايل ده اعمل لي مثلا بقره، اعمل لي بيانو، اعمل لي كل الحاجات اللي انت عايزها يظبطها لك. ده الشكل مثلا، اكتب الحروف ويكتب لك الكلمه اللي انت عايزها بالحروف ديت. تمام، حاجة مبهرة. ده كده بينافس أدوب فاير فلاي، نفس الفكرة. اديله ستايل واديله بقى الكتابات واكتب لك الاسم اللي انت عايزه. ستايل دروب زي ما انت عايز. احنا منتظرين يدونا الفرصة ان احنا نجربه قريبا ان شاء الله. الفيديو بيقول لك الحاجات اللي هو معتمد عليها MUC و including DreamBoost اتكلمنا عنه امبارح و Stable Division. ده برضو من ضمن المشاريع الجميلة جدا تبع جوجل Text to Image. اكتب بس وهعمل لك الصور بالشكل ده. يعني اكتب له قطه بتلعب شطرنج يروح عامل لك الصوره ديت. كات ويرنج اتاي ادوج، اكتب اللي انت عايزه تلاقي الصوره قدامك. ايه انبوت ايمج، هو بياخد الصور، انت تكتب له التكست وهو بيدور ويجيب الصور ويدمجها ويقطعها ويظبطها ويعمل كل الكلام ده في ثواني.